أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ربيعة سحاب. بخصوص الإجابة على سؤال تحديات، والله الجزائر يعني هناك حركة كبيرة، حركة يعني أنا نقول باللي جميلة جدا، أنه السينما الجزائرية رايحة في 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 في, في طريق التطور وشيء ملموس رانا نحسه. وصح سي فغي، الجزائر بدأت تتنفس السينما بكثرة المهرجانات السينمائية الوطنية الدولية، رانا نشوف عروض أفلام جميلة جدا لمخرجي جزائريين شباب، مخرجين من مختلف دول العالم. دونك الحال انا راه عجبني صراحه، وان شاء الله نزيدوا يعني من كيما نقولوا حنايا شويه بشويه نزيدوا نطوروا في السينما الجزائريه. ورانا نشوفوا يعني شفنا تجارب شباب من خلال الايام السينمائيه لولاية سطيف الدوليه، شفنا عده افلام، شفنا شباب جزائريين مشاركين في هذه التظاهره، شفنا كذلك السينما الايرانيه، السينما لمختلف الدول اللي راها مشاركه هنايا، لبنان، سوريا، فلسطين، مصر، تونس. دونك حاجه مليحه يعني شيء ملموس رانا نحسوا صح سينما كما يقولوا باللي رانا نتنفسوا سينما. كي يكونوا كاينين مهرجانات او تظاهرات دوليه اكيد انه في تبادل ثقافي، تبادل خبرات، تعارف ما بين المخرجين، ما بين احتكاك ما بين الممثلين الممثلات الى غير ذلك. وان شاء الله ولي بالا يعني ان شاء الله تشهد الجزائر يعني السينما الجزائريه او الدراما، ان شاء الله نشوفوا كيما نقولوا حنايا اعمال مشتركه ما بين الجزائر والدول العربيه ولي بالا حتى الدول يعني في العالم. بوركوا با نورمال عادي، مهم السينما لان السينما تنقل الواقع، فاكيد هي رساله مشتركه. يعني الولوج الى عالم السينما او التمثيل بصفه عامه لازم الواحد يكون مثقف، يكون متدرب، يدخلوا يديروا ورشات، يقرا ويتكونوا يديروا ورشات، يديروا مسرح. ومسرح هو ابو الفنون، ما ننسوش باللي المسرح يعني مكان للابداع، مكان للتدريب. يعني المسرح ما الانسان ما لازمش اللي حاب يدخل يدير سينما او يدير تمثيل بصفة عامة لازم يجوز على المسرح، وبعدين يزيد يطور من قدراته، السينما، تلفزيون الى غير ذلك. اكيد يعني انا فرحانه بزاف انه سطيف حقيقه تتنفس سينما، رانا نشوفوا باللي يعني ما نقدرش كما قال لك نعبر على الفرحه تاعي اني راني متواجده هنا حقيقه. القاعات ممتلئه عن اخرها، الناس راها تجي تشوف سينما في الايام السينمائيه الدوليه لولايه سطيف. يعني وانا نحيي تحيه خاصه، نوجه تحيه خاصه للمحافظ الايام السينمائيه، كل الطاقم، يعني كل الشكر والتقدير للطاقم اللي راه ساهر على المجهودات باش تجوز الايام بكل هذا الجمال وهذا النجاح الباهر حقيقه. وانا راني سعيده جدا. انا اقول للجمهور الجزائري بصفه عامه لازم كما قال لك السينما رساله، ارواحوا شوفوا السينما، شوفوا افلام، شوفوا حضروا مهرجانات دوليه، ايام سينمائيه، والله الجو جميل جدا. يعني هناك تبادل خبرات، تتلاقوا مع ممثلين تحبوهم، مخرجين، يعني الجو كتير كتير حلو، يعني هناك انسجام كبير. أرواحوا تشوفوا السينما خصوصا في سطيف. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.